للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، دعني أبدأ معك من محادثات مجموعة السبعة والتي سوف تعقد في برلين. يعني نتحدث عن توقعاتك بشأن يعني ما يمكن أن يسفر عنه هذا الاجتماع الذي تطغى عليه أزمات تكاليف الطاقة وإمدادات الوقود. في البداية خلينا أرحب بحضرتك وأرحب بالسادة المشاهدين في كل مكان. العالم يمر بأزمة، ألا وهي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما سببته هذه الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة والغاز حول العالم، ودي وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وأصبح الأمن الغذائي العالمي في خطر نتيجة تداعيات هذه الحرب، ولم يستفق العالم من هذه التداعيات وقلة المعروض وقلة المخزون من السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم عمل أو أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات وأسعار الشحن وأسعار النقل، وأحدث تباطؤ في حركة التجارة الدولية حول العالم. كل دي محدث يعني نتيجة تداعيات هذه الحرب. ما سيسفر عنه هذا الاجتماع هو كيفية الخروج من هذه الأزمة وكيفية يعني العمل على مزيد من معالجة التضخم حول العالم في ارتفاع الأسعار، معالجة هذه الارتفاعات، كيف ينجو العالم من آثار هذه الحرب. وأعتقد أن ده هيتم طرح رؤية كاملة لكيفية الخروج من هذه الأزمة. دكتور خالد، دعنا نتحدث بصراحة أن مجموعة السبع تنظر بشكل كبير إلى مصالحها الخاصة، مصالح هذه الدول وليس المصلحة العالمية. في الوقت ذاته منظمة التجارة العالمية تدعو الدول إلى عدم حظر الصادرات الغذائية في نفس الوقت الذي تعاني فيه دول أخرى من نقص في محاصيل رئيسية كالأرز تحديدا والقمح والسكر. كيف يكون يعني الوضع في العالم ما بين يعني في ظل الموقف كما نراه الآن؟ الوضع في العالم سوف يعني زي ما حضرتك تفضلتي وزي ما الهند قالت ان انا كانت بتصدر القمح، قالت انا هكتفي بتصدير القمح خلال الفتره الماضيه، مش هصدر القمح خلال الفتره القادمه، حرصا على مخزونها الاستراتيجي، وكذلك بالنسبه للسكر، كذلك بالنسبه للارز. كل دوله النهارده ابتدت تفكر فيما لديها من امكان هذه السلع الاستراتيجية وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي لها ولمواطنيها قبل التفكير في التصدير مثل هذه المنتجات إلى باقي دول العالم. العالم دول يعني كل يعني تحالف بيعمل على تحقيق المصالح المتعلقة والخاصة به. التحالف الدول السبع هتعمل على ما هو في صالح شعوبه. تحالف كل دولة لديها وفر وزيادة في إنتاج الحبوب والحاصلات الزراعية تعمل على كيفية المحافظة على ذلك، لأن تداعيات هذه الحرب وأمدها لا يعلمه أحد. هل الحرب مستمرة إلى أبعد من ذلك؟ هل الحرب ستنتهي عند نقطة فاصلة؟ لا يعلم أحد مدى هذه الحرب. هل يدخل أطراف أخرى في هذه الحرب؟ كل ده ما زالت المجهول يسيطر على هذه الأزمة، ولا يعلم أحد متى تنتهي هذه الحرب. وبالتالي فكل دولة النهاردة لديها قدرات وإمكانيات وسلع أساسية بتعمل على المحافظة لديها، ولا المحافظة على المخزون الاستراتيجي، ولا تقوم بالتصدير إلى باقي دول العالم. العالم في دول في العالم سوف تمر في مجاعة نتيجة نقص المخزون من السلع الزراعية
الزراعيه والحصولات الزراعيه. نعم، اذا على كل دوله دكتور خالد ان تنظر في امكانياتها الخاصه لتخطي هذه الازمه، يعني واضح انه يعني لابد من الاعتماد على الموارد الذاتيه لتلافي تداعيات هذه الازمه العالميه. جزيل الشكر لحضرتك دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.